نعم بالفعل، وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن عن تقدم قواتها في هجومها المضاد، وتحديدا عند مدينة باخموت، حيث تقدمت القوات الأوكرانية بحوالي 2 كيلومتر مربع خلال هذا الأسبوع، لتصبح المساحة التي سيطرت عليها أوكرانيا من جديد واستعادتها من القوات الروسية حوالي 49 كيلومتر مربع حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد. إضافة إلى ذلك، التطور الأكبر الذي حصل أن القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على منصة للغاز والنفط على البحر الأسود تدعى فايشكي بويكا. هذه طبعا استعادت هذه منصة بعد معركة دارت بين زوارق محملة بقوات خاصة أوكرانية وطائرة روسية من طراز سو-30 التي أصيبت وأجبرت على التراجع بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الأوكرانية. بالمقابل أيضا كان هناك تصريحات لوزارة الدفاع الروسية قالت بها أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 108 ضربات خلال 24 ساعة الماضية، وتم صد معظمها. أيضا أضافت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي شن 24 ضربة على العتاد والقوات الأوكرانية المتواجدة عند محور كوبيانسك بعد محاولة القوات الأوكرانية اختراق خط الدفاع الأول في ذلك المحور. أما بالنسبة لحرب المسيرات الذي ما زال مستمرا، حاكم مقاطعة بيلغراد الروسية الواقعة على الحدود الأوكرانية أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة دون حدوث ضحايا أو أضرار. كذلك حاكم كورسك الروسية قال بأن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت قذيفة في المقاطعة ولكن أيضا لم تسبب أي أضرار. بالحديث عن هذه التطورات، الكرملين أعلن أن التهديدات القادمة من أوكرانيا يتم معالجتها وإيجاد السبل التي تؤدي إلى خفض هذا التصعيد والضربات الأوكرانية في الداخل الروسي، وتطوير منظومات الدفاع الجوية الروسية تعمل على إسقاط جميع الطائرات، وسيكون في القريب هناك تطور في هذه المنظومات يحول دون وجود أو دون دخول أي طائرة مسيرة إلى داخل الأراضي الروسية. نعم إسماعيل، أعود إليك. مرام، إلى موضوع آخر، يعني الاتحاد الأوروبي يحذر موسكو من عواقب بعد تنظيمها إجراء انتخابات في أوكرانيا، هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم بالفعل إسماعيل، قامت روسيا بإجراء انتخابات تشريعية للهيئات المحلية في المناطق الأوكرانية الأربعة التي قامت بضمها دونيتسك، لوغانسك، خيرسون وزاباروجيا. من خلال هذه الانتخابات قامت بفتح حوالي 600 مركز اقتراع في المناطق الأوكرانية الأربعة، وأيضا في داخل الروسي 300 مركز اقتراع. طبعا هذه الانتخابات استمرت على مدار 3 أيام، فاز بها حزب روسيا الموحد بقيادة فلاديمير بوتين بأغلبية ساحقة على باقي الأحزاب المعروفة في روسيا بحوالي 74%. طبعا هذه الانتخابات أيضا لاقت تنديدا دوليا كبيرا، سواء قبل بدئها أو حتى بعد بدء هذه الانتخابات، من خلال عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي الذي صرحت به أوكرانيا أن ما تقوم به روسيا من انتخابات هي خطوة غير قانونية، ودعت المجتمع الدولي لإيقاف روسيا عن هذه الخطوات، وبررت أيضا أن قيام روسيا بهذه الانتخابات لتغطية فشلها في عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية. أيضا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة وصف هذه الانتخابات بالصورية وغير القانونية، بينما واشنطن حذرت من هذه الخطوات الروسية وقالت أنه مهما فعلت روسيا من إجراءات فلن يتم الاعتراف بهذه الأراضي ضمن السيطرة الروسية، وتبقى أراضي أوكرانية حسب العرف الدولي. أيضا الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا قال به: نرفض بشدة محاولات روسيا العقيمة لإطفاء طابع الشرعية على المناطق الأوكرانية من خلال سيطرتها العسكرية وضم جزء من الأراضي الأوكرانية
إلى روسيا وعلى القيادة السياسية الروسية وجميع المشاركين في تنظيم هذه الانتخابات تحمل العواقب الوخيمة الناتجة عنها. هذه آخر التطورات حول هذه الانتخابات، ولكن بطبيعة الأحوال روسيا تضرب بعرض الحائط جميع هذه التصريحات والتنديدات الدولية وتحاول إطفاء الشرعية على المناطق الأوكرانية الأربعة، سواء من خلال الانتخابات أو حتى من عن طريق السيطرة العسكرية. وتأتي هذه الانتخابات طبعا إسماعيل قبل الانتخابات التي ستجري في روسيا لعام 2024، الانتخابات الرئاسية، ومن المرجح أن يفوز بها فلاديمير بوتين، لكن حتى الآن الكرملين لم يعلن عن ترشح الرئيس فلاديمير بوتين لجولة انتخابية جديدة. مرام، اليوم يعني زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصل إلى روسيا، وأعتقد أنه وصل الآن يعني إلى ما يسعى، ما دلالات هذه الزيارة أولا، وإلى ما يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحصول عليه من كوريا الشمالية؟ ويبدو أن هناك يعني موقف غربي وبالأخص موقف أمريكي يعني يحذر من هذه الزيارة. نعم إسماعيل، تأتي هذه الزيارة بعد الزيارة الأخيرة لكيم جونغ أون في عام 2019. بالفعل وصل إلى مدينة فلاديفوستوك حيث يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذا اللقاء طبعا بحسب تصريحات الكرملين هو لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاونات بين البلدين، لكن التقارير الغربية والدولية تقرأ ما بين السطور وهي بعيدة كل البعد عن التعزيزات الاقتصادية التي يتحدث عنها الرئيسان. هي بالفعل تقوم على بناء ربما تعاون جديد لكن عسكري، بناء على خلفية الأزمة الأوكرانية. بحسب التقارير أن هذه الزيارة تهدف إلى حصول روسيا على أسلحة من قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية. بالمقابل يسعى رئيس كوريا الشمالية للحصول على تكنولوجيا متطورة للأقمار الاصطناعية من روسيا، إضافة إلى غواصات تعمل بالنظام النووي ومساعدات أيضا غذائية لدولته. إذن هذه الزيارة تشكل ربما هاجسا للوسط الغربي، وخاصة أن واشنطن قالت أنها تراقب عن كثب هذه الزيارة وما ينتج عنها، وأن كوريا الشمالية ستتحمل عواقب وخيمة في حال قامت بتصدير الأسلحة إلى روسيا واستخدامها في الأراضي الأوكرانية. لكن بطبيعة الأحوال أيضا هناك تقارير تشير إلى أن هذه الأسلحة ربما قد تستخدمها روسيا في حال وصلت إليها لضرب الإمدادات الغذائية الأوكرانية، إضافة إلى ضرب البنية التحتية للتدفئة الأوكرانية قبل اقتراب فصل الشتاء. أيضا بعض الخبراء ينظرون إلى هذه الزيارة كأنها نوع من الابتزاز الدبلوماسي حاول كل من روسيا وكوريا الشمالية إيصاله إلى كوريا الجنوبية. لماذا كوريا الجنوبية؟ كونها أكثر الدول المصدرة للسلاح لكييف، حتى ولو كان هذا التصدير عبر دول أوروبية، كون أن السياسة الداخلية لكوريا الجنوبية تمنعها من إرسال الأسلحة لدولة تقوم فيها نزاعات عسكرية، وبالتالي قامت كوريا الجنوبية بتصدير الأسلحة إلى كييف وما زالت عبر بولندا. بآخر المعلومات قامت بتصدير دبابات إلى بولندا وتم إرسالها إلى أوكرانيا. إذن هذه الزيارة هي عبارة عن رسالة ربما دولية يوجهها كل من الزعيمين الروسي والكوري الشمالي إلى الدول الغربية عن تعاونات ربما تثير تخوفات يضرب بها الرئيسان عرض الحائط، وربما لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية وزيادة الدعم الغربي لكييف. نعم إسماعيل. جزيل الشكر مرام حمصي مراسلتنا من موسكو، شكرا على هذه المداخلة.